شباب. يقولون إذا ضاق خلقك تذكر أيام عرسك. ما هو الريد اليوم شوية ذكر أيام عرسك. يذكر وياي مو ويا غيري. إيش فيها فرحانة يعني؟ سوق ليش فرحانة أنت؟ عروسة شلون؟ اسمع يقول غير عروسة الله. من يقول ليش؟ من العروسة؟ هي تقولها ليش فرحانة؟ أقولها غير عروسة. تفضل تفرح. أنت اليوم طالع عريس. أهلا بيك يا مرحبا بيك. أنت طالع عريس اليوم. الحمد لله والشكر. شو قلبك زي دوم؟ قلبك زي دوم؟ لا مو طبعا أخاف على. تسمح لي عمر بس شريك الحياة. عطش. ما قالوا بيها حضن. شان؟ لا لا ما قالوا بيها حضن. لا لا مو حضن هو لا طاخ بي هو ايد بايد لا لا طاخ بي حبيبي طاخ بي يعني لا لا هاي ايد بايد ايد بايد اسمعوا لي بعد شنو هي سوت شي غلط لا ما سويت شيء غلط بس كنت زوجة طبعا يا شريكة حياتي طبعا وصار لها 26 سنة مشلبة بي على الأخير يعني تيجي واحدة تاخذها من عندها طبعا ما يصير لا بالنسبة للمرأة يعني بالنسبة للزوجة صح صح مو إلي يعني صح 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 لا أنا ما لك شغلة بي أنا وعندي استعداد زين المايك أنا بي ما لك شغلة أنا وعندي استعداد خالص بس أنت عندك استعداد أنا شلون نكمل الفقرة مالتنا تنسحبين؟ لا ترضين بفقراتها هي ممثلة ومن حقها تمثل الفقرات التنسيق أمر فضل خستك تنسحبين؟ لا كملين؟ هي كمل عندها مشهد تنسيق تكمل مشهد تنسيق بدون تلامس بدون تلامس؟ اي موسيقى شوف ترى يعني مالي لبس لا اليوم ما شاء الله من الفجل النظري صار زين ما شاء الله.